بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم في مجال الطب البشري، اللي هو الميزيسيلين ريزيستنت ستافيلوكوكاس أوريوس أو MRSA، ومجازا بتطلق ميرسا. نبدأ بأول حاجة اللي هو التاكسونومي. والتاكسونومي هو بتاع الميرسا هو نفسه التاكسونومي بتاع الستافيلوكوكاس أوريوس، من اول الدومين والفايلم والكلاس لغايه السبيشيز ستافيلوكوكاس اوريوس، وبعد كده في تحت السبيشيز حاجه اسمها سترين، والسترين اللي هو MRSA او الميزيسيلين ريزيستنت ستافيلوكوكاس اوريوس. احنا استعرض التايم لاين اوف ريزيستنس ان ستافيلوكوكاس اوريوس بداية من 1880، ده discovery of Staphylococcus aureus عن طريق سير ألكسندر أوغستين، وبعد كده تم استخدام البنسلين في treatment of Staphylococcus aureus من الأربعينات 1940 إلى 1950. أول حاجة اكتشفت بنسلين ريزيستنت كانت سنة 1944، يعني بعد استخدام البنسلين بأربع سنين. بعد كده تم دخول الميزيسيلين في العلاج، لأن الميزيسيلين في الوقت ده كان بي أوفركم البنسلينيز إنزيم، حتى كان بيسموه ستيبل أو بنسلينيز ستيبل بيتا لاكتام. أول حالة تكتشف من الـ MRSA كانت British Scientist سنة 1961. أول حالة للميرسا في اليونايتد ستيت كانت 1968. وأخيرا برضو تم بعد الميزيسيلين ريزيستنس في حاجة اسمها فانكوميسين ريزيستنت أو VRSA، ودي أول حالة كانت في اليونايتد ستيت كانت في 2002. هنتكلم على جنرال كاركتر اوف ميرسا. زي ما احنا قلنا الميرسا دي سترين من ستافيلوكوكاس اوريوس اللي هي بتحصل لها ريزيستنس تو سيفرال تايبس اوف انتيبيوتيك انكلودنج الميزيسيلين والاذر ريليتد انتيبيوتيك زي البنسلين والفانكوميسين والاوكساسيلين. الميزيسيلين زي ما احنا قلنا انتروديوس كفيرست بنسلينيز ريزيستنت بنسلين، وابتدى يستخدم في علاج ريزيستنت ستافيلوكوكاس انفكشن. تمثل الميرسا حوالي 5% من الانبيشنت ان ذا يونايتد ستيت، الناس اللي هم محجوزين في المستشفيات، وموجوده في 1 كل 3 بيبل في الهيلثي بيبل، موجوده في السكن والنوز. عادة الميرسا ما بتسببش أي مشاكل، تبقى موجودة في الناس العاديين، لكن إن هي مجرد ما بتخش البودي عن طريق أي أبريجن بتؤدي إلى إنفكشن، والإنفكشن دي ممكن تكون سيريوس وممكن تؤدي إلى سيبتسيميا ونيمونيا وأحيانا ديس. بالنسبة للأمراض التي تسببها الميرسا، 41.9% السيلولايتس وسكين ألسر، والسيلولايتس دي اللي هي soft tissue inflammation اللي بتبقى موجودة سواء under skin أو في أي مكان آخر. 17% نيمونيا، 15.9% سيبتسيميا، و7.4% بتبقى complication للميديكال سيرجري، و17.8% other causes. دي أسباب الأمراض اللي بتسببها الميرسا في الانبيشنت هوسبيتالز. بالنسبة لأنواع الميرسا زي ما تشايفين هي بدأت بالهوسبيتال، ففي نوع اسمه هوسبيتال اسوشيتد ميرسا أو الـ HA ميرسا. بعد كده الهوسبيتال اسوشيتد ميرسا انتقلت للكوميونتي فاصبحت كوميونتي اسوشيتد ميرسا، وبعد ذلك الكوميونتي انتقلت الى الانيمال فاصبحت لايف ستوك اسوشيتد ميرسا او ال اي ميرسا. بيعاد السايكل، ممكن اللايف ستوك تنقل الميرسا عن طريق فوتشين للكوميونتي،
وممكن ايضا الكومبانيون انيمال ياخدوا الانفكشن من الكوميونتي وممكن كمان من الفود تشين. ولذلك تقسم المرسى الى 3 كلاسز. الكلاس الاولاني اللي هو الاتش اي مرسى او الهيرث كير اسوشيتد واحيانا بتسمى هوسبيتال اكوايرد مرسى، عشان كده بتصنف المرسى ان هي نوزوكوميال انفكشن، هي عدوى المستشفيات. نوزوكوميال انفكشن، انفكشن سبريدنج امونج هوسبيتالز، ودي بتيجي للناس اللي بيبقوا ان بيشنت نتيجه الكونتامينيتد انفيزيف ديفايسز زي السيرجريز والانترافينوس تيوبنج والارتفيشال جوينتس. وممكن ان تنقل الاتش اي مرسى الى الهيلث كير وركر والفيزيتور كمان اللي هم جايين المستشفى. النوع الثاني واللي هو الكوميونتي اسوشيتد ميرسا او سي اي ام ار سي، ودي بتيجي للهيلثي بيبلز اللي هم ما دخلوش لا مستشفيات ولا اتعرضوا للميديكال سيرجري زي الدياليسيز او اي سيرجيكال اوبريشن في خلال السنه اللي فاتت وبيصابوا مي اكسترنال. النوع الثالث اللي هو اللايف ستوك اسوشيتد ميرسا او ال ال اي ميرسا، وده النوع اللي جاي من الحيوانات، حيوان او الاحتكاك كاكوبيشن ديزيز مع الحيوانات خصوصا البيجز والقاف. وهنا عايزين نعمل هايلايتنج على نقطه، الميرسا مش ديزيز اوف انيمال اساسا، الميرسا هي ديزيز اوف هيومن، ولو عملت اي امراض في الحيوانات لا تتعدى الامراض اللي بتعملها الاستاف اورياس العاديه، بس بتبقى ريزيستنت لبعض الانتيبيوتيك زي الميسيسيلين وبعض الانواع الريليتد. فهنا بنقول ان حيوانات ريزرفوار اكتر من هي هوست للميرسا. في الولايات المتحده تم عمل مقارنه على الهيومن بين الاتش اي ميرسا والسي اي ميرسا. اول حاجه كلينيكال بريزنتيشن اللي شافوه ان الاتش اي ميرسا جايه من سيرجيكال سايت انفيكشن او انفيزيف ديفايسز زي ما احنا قلنا، واللي بتشمل برضو بتأدي الى نمونيا وبلود ستريم انفكشن. اما السي اي ميرسا فبتيجي ملي من السكن انفكشن وريل من الانفيزيف ديفايسز، وممكن كمان يتصاب بيها الانسان اكتر من مرة او تصاب اصابات متعددة. بالنسبة لجزء ابيديميولوجي، الاتش اي ميرسا ملي في الالدر بيبول الناس الكبار في السن واللي هم كونتاكت ويز هيلث كير فاسيليتيز. اما في السي اي ميرسا فدي بتيجي في اليانج والاثليتيك والكوركشنال فاسيليتي ان ميت اللي هم الناس اللي موجودين في السجون والموجودين في الجيش. بالنسبه لاحظوا الريزيستنس في حاله الاتش اي ميرسا بتبقى مالتي دراج ريزيستنس، اما في حاله الكوميونتي اسوشيتد بتبقى ميلي للبيتا لاكتام ريزيستنس. النقطة المهمة الفرق بينهم كمولوكولار ماركرز، في حاجة اسمها البانتون فالنتاين ليكوسايتينز. البانتون فالنتاين ليكوسايتينز نوع من السيتوتوكسين بتتفرس من الفيرونس سترين مستاف اورياس وبتأدي الى التيشو نيكروزيس. دي موجودة اساسا في السي ميرسا مش موجودة في الاتش اي ميرسا، ودي نقطة مهمة جدا الفرق بين الاتش اي والسي اي باستخدام البانتون فالنتاين ليكوسايتين او البي في ال. ليه؟ ان الكلونان تايب الكلونز او انواع الميرسا الموجوده في الاتش اي في اليونايتد ستيت من لي يو اس اي 100 و500 و800، اما الكوميونتي اسوشيتد من دي الكلون يو اس اي 300 و400 و1000 و1100. النقطة الأخيرة برضو في المولوكرر، احنا عارفين طبعا ان الميسيسيلين ريزيستنت ستافيلوكوكاس اورياس بتبقى ريزيستنت للميسيلين عشان بريزنس اوف ميك جين سواء ميك اي او بي او سي. الميك جين موجود في باسوجينيست ايلاند او ايلاند موبايل اليمنت في الكروموسوم اسمها ستافيلوكوكال كروموسومال كاسيت او اس سي سي ميك. في انواع مختلفه منها نقولها في السلايد بعد كده. فليقوا ان في الاتش اي ميرسا الكومن تايب
اللي هو واحد واثنين وثلاثة. أما في السي اي مرسا كان الكومن تايب هو رقم 4 ورقم 5. هنتكلم على أهم حاجة في المحاضرة وهي الميكانيزم of resistance by MRSA. طبعا كلنا عارفين أن الجرام بوزيتيف بكتيريا وستاف أوريوس واحدة منهم فيها باك بون اللي هو البيبتيديو جليكان، هو الباك بون للستيل وول. عشان يتكون البيبتيديو جليكان محتاج أنواع من الكاتاليتيك انزيم تسمى ترانس جلايكوسايليزيس وترانسو بيبتايتيزيس. الترانسو بيبتايتيزيس تسمى البنسلين بايندينج بروتين أو PBPS، ودي اللي مسؤولة عن الكروس لينكينج بتاع اليونت بتاع البيبتيديو جليكان زي تكوين البلاط كده. وبالتالي أو بالتبعية كان ال PBPS ده تارجت لكل الشركات الأدوية عشان تطلع أنواع من بيتا لاكتام تشتغل عليها زي الأوكساسيلين والميزاسيلين، لغاية لما ظهر نوع جديد من الترانس بيبتايديز اللي هو أخد الـ abbreviation PPP2A، ودوت not inhibited by by beta lactam antibiotic. يبقى الميكانيزم of resistance في المرسى نتيجة نوع من البنسلين binding protein يسمى PBP2A. هذا البروتين لا ما بيحصلوش inhibition بالبيتا لاكتام وخصوصا الأوكساسيلين والميسيسيلين، وبالتالي بيستمر تكوين البيبتيدو جليكان، وبالتالي البكتيريا بتستمر في التكاثر. ال PBP2A دوت encoded by genes اسمه ميك جين، وفي منه حاليا العديد من لكن انا اقول الجروبز بتاعتها ميك اي وميك بي وميك سي، اللي موجود على موبايل جينيتك اليمنت بتسمى ستافيلوكوكا الكروموسوم الكاسيت SCC ميك. يبقى الميك جين موجود في كروموسوم وليس البلازميد. حتى الان يوجد 12 نوع من SCC ميك بتاخد الحروف اللاتينيه من 1 ل 12. الميك اي ده عبارة عن جين حوالي 2130 بيز بير، وهو المسؤول عن الكودينج بتاع ال PBP2A. النقطة مهمة ان وجد ان الميك سي ده موجود في ال SCC ميك رقم 11، وده بيبقى موجود في الانيمالز والهيومن. الوجود الميك اي والميك سي في الستاف هي دي انديكيشن لريزيستنس للأوكساسيلين والميسيسيلين والسيفوكسيتين، وبيعتبر ده انديكيشن للميرسا كجينوتايب. الدياجرام ده بيوضح كلام احنا قلناه عن ميكانيزم اوف ريزيستنس. زي ما احنا شايفين هنا ان في ميك اي جين بيعمل كودينج لانزيم او بروتين اللي هو البي بي بي 2 اي، وهذا البروتين بيعمل بلوكينج زي ما انتم شايفين، ما بيقدرش يشتغل عليه، ما بيحصلهوش انهيبيشن عن طريق البيتا لاكتام خصوصا الميزيسيلين، وبالتالي بيستمر تكوين الكروس لينكينج بتاع البيبتيدو جليكان. بالنسبة لأنواع الميكجين زي ما احنا قلنا في 3 مين تايبس من الميك جين. اول حاجة اللي هو الفوق ده ميك اي، وده موجود في الستاف سبيشيز وانكلودك ستاف اورياس، وده موجود في كروموسوم. بعد كده ميك سي رقم 2، وده موجود في الستاف اورياس وستاف برضو زي روزاس، وده موجود في الكروموسوم. اما الميك بي اللي هو رقم 3 ده مش موجود في الستاف، ده موجود في الماكرو كوكس كازيولوتيكس. يبقى الميك بي لا يوجد في الستاف اوريوس. الستاف اوريوس تحتوي فقط على الميك اي حتى الان والميك سي، اما الميك بي فده بوجود في الماكرو كوكس كازيولوتيكس، وده بلازميد او كروموسومال. الجدول ده بيوضح
more details عن انواع المختلفه للميك جين والفاريانت بتاعته. زي ما احنا شايفين الميك اي دوت بيزيكالي اكتشف في الاستاف اورياس، في بعد كده فاريانت منه ميك اي 1 وده في الاستاف سيكيوري، وميك اي 2 وده في الاستاف فيتيولينس. نسبة السيميلاريتي بين الميك اي والميك جين نفسه من 79-80%، نسبة السيميلاريتي بين الميك اي 2 والميك اي 91%. الميك بي زي ما احنا قلنا في الماكروكوكس كازيوليتيكس مش موجود في الاستاف اورياس حتى الان، ونسبة السيميلاريتي مع الميك اي 61.6. الميك سي وجد في نوع من الاستاف اورياس خصوصا الاسترين ال جي اي 251، ونسبة استمراريتي مع الميك اي 68.7. لو الفاريشن في الجينوميك او جين سيكونس او دي ان اي سيكونس اقل من 2% فمازال هو تبع الميك اي جين. هننتقل الى الدياجنوزيس اوف ميرسر. هنبدأ بأول حاجة بالسبيسمن. السبيسمن اللي بتأخذ في حالات الميرسا معظمها سوابس، وفي حالة السكن انفكشن يفضل تاخد كومبانيشن في 3 سواب from different body sites زي النوز والثروت والأكزيلا والجروين والريكتم. طبعا ده في حالة السكن انفكشن والسبيراتور انفكشن، وكان في جي اي تي برضو. في حالة الووند انفكشن بنعمل سواب فروم ووند. لو في بيشنت نتيجة جاله انفكشن نتيجة السيرجيكال ديفايسز زي الكاثيتر، فبناخد عينة من اليورين عن طريق الكاثيتر عشان تبقى استرايل. بالنسبة للاختبارات اللي بتجرى في تشخيص الميرسا، أول حاجة اللي هو رابيد تيست اللاتكس أجلوتينيشن for detection of PBP2A، وده هنتكلم عليه بالتفصيل بنستخدم مونوكلونال انتيبادي. بعد كده الكالتيفيشن والايزوليشن، ودي الموست كومن في كمايكروبيولوجي ميثود، ودي بتنقسم الى مرحلتين: كالتيفيشن اون سيلكتيف بروس ميديا وكالتيفيشن اون سيلكتيف سوليد ميديا. بعد كده بنعمل انتيبيوجرام او انتيبيوتيك سنسيتيفيتي باستخدام السيفوكستين ديسك ديفيوجن تيست، باعتبار السيفوكستين ونفس الصوره او ريليتد للميديسيلين. بعد كده بنعمل ايدنتيفيكيشن للستافيلوكوكس اورياس. لازم نتاكد ان الميرسا دي بعد الفينوتايب وبعد الكالتيفيشن لازم نتاكد ان هي ستافيلوكوكس اورياس. بعد كده بعمل مونوكلر ايدنتيفيكيشن للميرسا باستخدام البي سي ار فور ديتكشن اوف ميك اي اند ميك سي، واحنا قلنا الميك بي مش موجود في الستاف اورياس في الماكروكوكس كازيوليتيكس. ممكن برضو بنعمل كلونال تايب لنوع الميرسا عن طريق المالتي لوكال سيكونس تايبنج او الام ال اس تي، وفي برضو بنكون بنعمل كلونال تايبنج عن طريق ستافيلوكوكال كاسيت كروموسوم ميك اللي هو الاس سي سي ميك تايبنج. هنبدأ بأول حاجة اللي هو لاتكس أكلوتينيشن تيست. زي ما احنا قلنا ده ريبيد تيست، ما بياخدش يعني من 10-15 منت، وده بيعتمد على استخدام المونوكلورن انتيبودي بيبقى فيه الانتي بي 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 2 اي. والغريبة ان هذا الاختبار potential for being more accurate than detection of ميك اي جين، والسبب في كده ان انا ممكن احصل على فولس بوزيتيف ان يكون في ميك اي ولكن مش شغال، يعني البكتيريا ما بتفرز البي بي بي 2 اي وبالتالي ما يكونش مسؤول عن الريزيستنس. وفي بعض الاحيان برضو بيحصل ريزيستنس للميثيسيلين مش نتيجه الميك اي ولا نتيجه البي بي بي 2 اي، نتيجه الهايبر برودكشن اوف اذر بيتا لاكتاميز او اذر تايب من البي بي تي من بي بي اس غير البي بي بي 2 اي. فبالتالي بنقول اللاتكس اجلوتينيشن تيست يعتبر بوتنشال تيست مور اكوريت لانه بيحدد البروتين اللي بيتفرز من الميك اي، يبقى ضمننا ان حصل هنا ريزيستنس.
هننتقل للخطوة التانية اللي هي الكالتيفيشن اند ايزوليشن اوف ام ار اس اي، وديت بنقسم زي ما احنا قلنا كالتيفيشن ان سيلكتيف بروس ميديا اول حاجة، وديت بتعتمد على ان انا بحط السكريننج سواب في سيلكتيف بروس ميديا عشان ازود اعمل شورت ليست، اعمل انيبيشن للنون ميرسا واعمل استيميليشن للميرسا. في العديد من الكوميرشال سيلكتيف بروس ميديا افيلابل، وعامة بيحتوي على سيفوكسيتين كانهيبيتور للأزر ستافيلوكوكس سينيستيف ميزوسيلين سينيستيف سترينز. ممكن استخدم النيوترال بروس بس بتركيز عالي من الصوديوم كلورايد. طبعا عارفين كلنا الصوديوم كلورايد موجود في نيوتن تو بروس بنسبة 0.5%، دي النسبة الطبيعية في نيوتن تو بروس. هنا ممكن ازودها 7%، لكن في بعض الاحيان 7% بيعمل ايفن انهبيشن للمرسى، فيفضل ان انت تستخدم 2.5% صوديوم كلورايد في الريتشد نيوترون تبروس. الخطوة التانية ان انا ازرع على سيلكتيف سوليد ميديا باستخدام اول حاجة ممكن استخدم اوكساسيلين سولد اجار، وهو برضو من الحاجات اللي هي السيمبل واكيوريت بنسبة 99% سنسيتيفيتي و98% سبيسيفيستي، ودي عبارة عن ممكن استخدم المانيتور سولت اجار وحط فيه اوكساسيلين بنسبة 2 ميلي جرام على اللتر، وبعمل برضو ريدكشن في السولت كونسنتريشن من 7.5 الموجود في المانيتور سولت اجار اخليه 5.5 عشان ما اعمليش انهبيشن للميرسا. وزي ما انتم شايفين في الصورة دي صورة مانيتور سولت اجار مع اوكساسيلين، وطلع المرسى هنا بتطلع يلو كولينز زي الستاف اوريوس بالظبط، الاثنين لان الستاف اوريوس مانيتول فيرمنتر. تاني نوع من الكالتيفيشن على السولد سيلكتيف سولد ميديا هي الاستخدام كروموجينيك اجار ميديا. يوجد العديد من الكروموجينيك اجار ميديا، فور اكزامبل البريانس مرسى اجار تبع شركة اوكسويد اللي هي دلوقتي تبع اكسود دلوقتي تبع ثيرمو فيشر، في سبيكترا ميرسا برضو ثيرمو فيشر بس فرع ريميل، الكروم اي دي ميرسا دي تبع البايوموري، في الميرسا سيلكت اجار تبع البايورات، وفي كروم اجار ميرسا ميديا تبع البي بي ال. يبقى يوجد العديد من كروموجينيك اجار اللي هو يقدر يعمل لك سبيشال كولر تميز المرسى عن الانواع الاخرى من الاستاف. ده مثال للبروتوكول وشكل الكولوني في البريلانس ميرسا اللي تبع شركة اوكسويد. زي ما انت شايفين انا ممكن السواب ازرعها دايركت على البريلانس ميرسا اجار، ولكن هذا لا يفضل عامة، او ان انا اجيب السواب من البروس اكون زرع على سيلكتيف بروس ميديا زي ما احنا قلنا، واعمل انكوبيشن عندي 37 لمدة 18-24 ساعة. هنا بشوف ايه؟ بشوف كولوني لونها بلو بسموها دينم بلو. دينم بلو ديت عاملة زي اللون الازرق بتاع مناطير الجينز بالظبط، وديت سسبكتيف او بريسامباتيف ان هي الميرسا. ده برضو مثال لميديا سبكترا ميرسا شركة ريميل اللي هي حاليا تبع سيمو فيشر. وهنا ممكن تزرع من النيزل سبيسمن او يكون عندك بوزيتيف بلاد كالتشر. يعني ايه بوزيتيف بلاد كالتشر؟ يعني انت خدت عينة من بلاد وصبغتها بالجرام ستين ولقيت جرام بوزيتيف كوكاي عاملة سيبتسيميا، يبقى هنا في احتمالية تكون الميرسا. بعد كده بتعمل انكوبيشن عند من 35 ل 37، وزي ما انتم شايفين في حالة الميرسا بشوف برضو الدينم بلو كولر، وفي حالة النون ميرسا او اللي هي اذر كولر غير الدينم بلو تبقى ديت نون ميرسا. ده نوع اخر من الميديا اللي هي كرومد ميرسا تبع بايوميري. زي ما انتم شايفين هنا الكوليني طالعة جرين كولينيز،
اللي خاصة بالمرسى كرومد ميديا أو كرومد مرسى تبع البيوماري. هننتقل لاختبار رقم 3 اللي هو السيفوكستين ديسك ديفيوجن تيست. زي ما احنا عارفين الميتوسيلين بيعمل لي سيميلاريتي في البيتا لاكتام زي الاوكساسيلين والسيفوكستين، لكن بيفضلوا السيفوكستين عشان هو فيري سينسيتيف وبرضه سبيسيفيك ماركر فور ميك اي ميدييتد ميتوسيلين ريزيستنت. زي ما انتم شايفين انا عندي هنا كذا صوره. في الصوره على الشمال في طبق مقسوم اتنين ومحطوط سيفوكستين ديسك في النص، على الشمال المرسى في كومبليت جروس للمرسى حوالين الديسك زيزنو زونو في انهيبيشن. اما في حالة الميسيسيلين سينستيف ستافيلوكوكس اوريوس بنلاقي وايد زون اوف انهيبيشن نتيجة ان هي سينستيف للسيفوكستين. برضو على اليمين ده طبق تاني وشوف برضو نارو very narrow zone of inhibition حوالين السيفوكستين، دي برضو في حالة المرسى. يبقى المرسى يا اما يبقى complete resistant وما فيش اي zone of inhibition، او في very narrow zone of inhibition حوالين السيفوكستين ديسك. طيب انت طلعت عزلت على سيلكتيف ميديا وزلعت على كروموجينيك اجار وعملت السيفوكستين سينسيفتي، اللي ضمنك ان دي ستاف اوريوس اصلا ما يكونش انواع اخرى من الستاف او نوع تاني هو اللي بيفرز الميك اي او مسؤول عن الميزيسيلين ريزيستنس فينوتايب. يبقى لازم احنا بعد ما بنعمل بريستامبتيف ميرسا كفينوتايب وكالتيفيشن لازم نعمل فول ايدنتيفيكيشن للستاف اوريوس، ودي بتتعمل بطرق عديده زي البيتا هيموليسيس على البلاد اجار وزي كواجوليز بوزيتيف، ولكن ذا موست سبيسيفيك ميثود فور ايدنتيفيكيشن اوف ستاف اوريوس از باي يوزنج البي سي ار. ايذر تستخدم النك جين، النك جين ده اللي هو الكود ثيرموستيبل نيوكلييز ده اكسكلوزيف للستاف اوريوس، او استخدم السكستين اس ريبوزومال ار ان اي جين سبيسيفيك فور ستاف اوريوس. بعد كده بعد ما تاكدنا ان دي ستاف اوريوس بنمر بقى بالخطوه اللي هي مولوكولار ديتكشن اوف ميك اي اند ميك سي باستخدام البي سي ار، وده هو الايدنتيفيكيشن الاكوريت ايدنتيفيكيشن للميرسا. الجدول ده بيوضح لي الديفرنت برايمرز والديفرنت تارجت اللي انا ممكن استخدمها في الميرسا. في عندنا هنا السيكونس بتاع الميك اي، وعندنا هنا التارجت سايز 533 بيز بير، عندي برضو الميكسي والتارجت بتاعه 454، واخيرا عندي التارجت بتاع الستاف اوريوس كايدنتيفيكيشن سواء النك جين ب 279 بيز بير او ب 16S ريبوزومال دي ان اي جين خاص بالستاف، وبيبقى البي سي ار برودكت 750 بيز بير. ننتقل للجزء الاخير في المحاضره وهو الادويه التي تستخدم لعلاج الميرسا او لعمل اختبار حساسيه للميرسا treatment of MRSA infections او عمل antibiotic sensitivity test. ايه الادويه اللي سيادتك هتستخدمها كعلاج او في الطبق؟ في حاجات تتبع التيتراسايكلين ديريفاتيف زي الدوكسيسايكلين والتايجيسايكلين والمينوسايكلين، في حاجات تبع الكوزامايد زي كليندامايسين، طبعا في حاجه تريمسوبيم والسلفر ميثوكسازول كلنا عارفينها، في حاجات تبع الجلايكوبيبتايد زي الفانكومايسين والتيكوبلانين، في حاجات تبع حاجه اسمها الاوكسازولي دينون زي اللينوزولايد اللينوزولايد او اللينزولايد، في حاجات تبع الفيفس جينيريشن ثيفالوسبورين زي السيفتارولين. يبقى السيفتارولين ده برغم ان هو
بيتا لاكتام، لكن ده فيفث جنريشن، اخر جنريشن في السيفالوسبورين. واخيرا مجموعه الفلوروكينولونز بتتمثل في السيبروفلوكساسين والاوفلوكساسين. يبقى دي الادويه اللي هي ممكن تعالج الميزيسيلين ريزيستنس ستافيلوكوكس اوريوس او الميرسا.